فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يظن البعض أن العالم هو الذي يحفظ الكتب الستة وغيرها من كتب العلم وكتب الفقه، فهل ذلك صحيح؟ العلم ما هو بالحفظ يا إخوان، الحفظ وسيلة ما هو هو العلم. العلم هو الفقه والفهم، وأما الحفظ هو وسيلة إلى العلم. كم من حافظ وهو ما يفهم شيء، ما يفهم شيء، يحفظ لكن ما يفهم شيء لأنه لم يتفقه، إنما همه بالحفظ فقط. الحفظ ما يكفي، هو ما مزهد في الحفظ، الحفظ طيب لكن لا يقف الإنسان عنده، لا بد أن يتفقه في دين الله ويفهم معنى ما يحفظ على الوجه الصحيح، فيجمع بين الحفظ والفقه، لا بد من هذا. نعم.